السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هاي طلعنا بالليل، طلعنا نروح نجيب ما أدري شنو، إن شاء الله ثاني صديق فبدأ يطول لي مثل ما تسمعوني. يلا نكمل بسرعة لأن ما عندي وقت مقدمات. يلا راكبين مظلل يا غالي، والله اسمكم شلون نعلم والدين. السلام عليكم أستاذ شاكر. تقبل تطلع بالفيديو لو تستحي؟ ها اوكي، بما انه احنا اثنين تعبانين فقدم لكم استاذ شاكر. لا لا تستحي ما هو شيء. شاكر طبعا ولا صديق من الطفولة، ومثل ما تشوفون هيك بس مظلل، لان شاكر مستهدف، يعني الماسونية مستهدفين، يعني انه يدوروه هيك بابره. تمام، فشاكر وين رايحين؟ جيب اسمنت، شيل عن القلب مال العراق، انا اجيب بنزين، ذاك يجيب اسمنت، هذا يجيب طوافات. المهم يلا نشوف، نجيب اسمنت ونشوف. يلا شاكر نزل يجيب كياس، ما ادري ايش اسمها، جواني. جواني ايه اخ، اطيح عندهم شغل بالبيت يقضي اخ الحر، باع العالم ان الحر صاير بيها خطيه. يبو دق تليفونه، باع من الدق بابا، خليكم اياه بالفيل. محمود الفارس اليوم اقدم لكم اياه بالليل، انسان تحشيشي هذا، خلينا نرد له. الو الو، يعني خوش ولد يسال عليك، مشتاق لك والله. اي والله شلونك؟ وراك؟ الله يكرمك. الدنيا عليك؟ عرفتني؟ عرفتني؟ شنو؟ الكبير هوي. هذا محمود يقول الكبير هوي يذكر السهرة مالتنا. هاك هاك، هذا شاكر وياك. هاك صديقنا محمود اليوم عود بالليلة، أعرفكم عليه إن شاء الله، طلع لكم والله ما نكمل، خلينا نشوف شو راح نسوي وراها. يب وداع الأستاذ شاكر، شكرا على الفرة الحلوة. والله هلا، رجعنا على البيت. واحد شو يريد يسوي فيك حار مثلا؟ يخيط مثلا، يرسم على الحيط من الشارع مثلا، يعني شو يريد يسوي؟ يلا نكمل، خلينا نشوف تالي اليوم شو راح نسوي. كمل والماي بالدفرات ينزل، احنا دنا من المباريدة. يا للي يا عيني، يا للي علي جار وراح ولا قال لي. زين انا شنو شعبات بدي اخليها جو هاي. هسه طبينا البيت. اوبس، طبينا البيت. يلا خليه شوف لنا شيء نتونس بالبيت. يا اوضح اوضح، ما سددت اوضح. يلا يلا هسه اقول يلا. لا خالي، قاعدة بالبيت ما صارت، مش خلنا نطلع يا أخي. هاي طلعت على الشارع، لقيت عبود بالشارع، فقلت استغله ونصعد وياه بالسيارة، لأن أنا كشن، أنا أحب أقعد بسيارات مال العالم. شلونك عبود؟ الله يعيني. كلمة توجهها للشعب العراقي. أحمد ايش فيك؟ مناشدة هي؟ هاي شرقية أنت مثلا؟ يلا هسه خلينا نديح بعد وين رايحين. المهم ها نجيب الطحين، تدرون يعني. يلا تكريت وقت المغربية طبعا، ترى حلوة والله حلوة، يعني شوفتكم يا البارحة بالليل غير، يعني كان الدنيا ليل وحضر تجول، بس انه الوضعية تختلف بالنهار. خل اصوركم هل اقدر اصوره، لان التصوير ما عندي رخصة هنا ولازم اصور. هذا الشارع اسمه شارع الزهور، هسه احنا فايتين عليه. شارع الزهور مليان محلات ملابس ومطاعم وهالسوالف هاي، وطبعا هو حديث الانشاء، مو كلش قديم، مو مثل باب تكريت. فشوفوا انه هاي الاستدارة مالت الدخلة. واخرب التاكسي، يعني عندك هذا ابو السمكه هنا ومقهى الطائر، تقعدون بحديقه. يلا كملكم من غير مكان. نفس كبير içime dolacaksın belki benimle belki de bensiz kalıp ağlayacaksın ama gün gelecek sonsuza kadar yanımda olacaksın yana yana sana geliyorum her şeyle bak senin oluyorum. أقدم لكم هذا اسمه شارع المحافظة. هاي هنا أكل مواقع الرئاسية كانت، ولا تزال يعني بعد أكل مواقع. هذا طبعا الشارع هذا من أنظف الشوارع بتكريت، يعني كلش حلو مثل ما تشوفون، إنه بس من الحر الأشجار رايحة.
وشنو؟ ايه هذا كله على طول، يعني صارنا هو طويل كل شوي اصلا شارع الدولي، عرفت شلون؟ بعد معلق رياضي اشتغل ثاني يا الغالي. هاي هناك مخلفات داعش طبعا، فهي كانت ضمن المحافظ، هذا كان كلش حلو. هاي من هناك القبل يروح على بغداد وباقي المحافظات، يعني الطريق الدولي. هاي الاقواس مال تكريت، هاي هنا النهايه الحدود مال تكريت، يعني انه البوابه مالتها تطلع هيك على على سامره وكذا، ووراها بغداد. هذا الشارع احنا طبعاً مجمع سكني دا ينبني. هذا الشارع اسمه الحولي مال الزهور، يعني هو الزهور، يعني امتداد شارع الزهور بتكريت. أتمنى يترمم ويصير شيء حلو ان شاء الله. الله يعمر هالمدينة ويحفظها لها يا رب. بس احنا بشارع الزهور، هذا شارع الزهور قلت لكم عليه انه مليان بس اسواق ومحلات ملابس وحلويات ومولات وهيجي مقاهي مطاعم هالسوالف. هذا المكان طبعا بال 2007 الله يتعمر، يعني ما كان موجود، ف يعني سووه بال 2007، فشيء جديد يعتبر انه شارع جديد بالنسبه للتكريت. تمام، مثل ما تشوفون انه 24 ساعة ازدحام، مو 24 ساعة يعني صار حظر تجول، بس قبل كان 24 ساعة ازدحام. الاحتفالات ما احتفالات ما ادري شنو كلها تصير هنا. و يعني مثل ما تشوفون انه الشارع مرتب حلو. يلا نكمل يا غالي. هاي هسه جينا بدنا نشتري سمك من ابو السمك، خلينا نشوف. عند الدجاج يلا. لقينا سمك وهسه رايحين على البيت يمكن. تمام، وعبود تحب توجه كلمه للشعب العراقي؟ لا عمي والله ما عندي كل شيء. ليش عبود؟ والله ما عندي كل شيء. ما تريد توجه السلام؟ اكو بنزين بالسياره. انا الحمد لله اكو بنزين بالسياره طبعا مثل ما يقول. فشوف لكم تكريت، هسه رايحين على البيت. عصر انت على دير بالك، بدنا ندعم. ها عصري يعني على المغربي على كذا. طلعت من عصر والله. هسه هذا شلون راح ننزله؟ يعني هسه وصلنا البيت، بس هذا شلون راح ننزله؟ طحين. استغفر الله. طحين يا ربي. اي والله طحين. هسه كملنا شيل الطحين وما طحين، وهسه صارت الليل. طبعا رحت تعللت ما صورت لكم كافي، شفتوا هاي البارحه لعبه دومنا. فهسه راجعين على البيت انا وولد خوي رفيق الروح اسمه مروان، بس ما راح اطلع وجهه لان خجول شويه زياده. ومن هالسوالف نكمل من داخل البيت. ها اول شيء خليني اشوفكم بيبسي شو مسوي بيه استاذ مروان. شوفوا، شوف على استاذ مروان شو مسوي بيبسي. دقيقة بس اشوفكم انه مجمدة، يعني بحياتكم شايفين احد يجمد بيبسي بربكم؟ يعني لا غاز لا سخام لا طعم لا لون. مروان شو مسوي؟ I love you. تدري بيبسي غير طعم غير غاز جامد. من انت من انت؟ تعال. هاي فتنا البيت هسه وانا والعينتين مروان. يا غالي خلنا نتناقش اكو شغله ارد احكيها، انه اكثر خسر باللعبه خسر باللعبه العنتين، انه اكثر العراقيين والعراقيات العراقيات بالاخص والعربيات كلهم بصوره عامه انه يشوفون الرياجيل بالمسلسلات التركيه، الدلال والمدري ايش والورد على الفراش، وهاي الشموع للفراش طريق من الباب للفراش شموع، وهالدلال والوسامه يا عيني. وتريد هالشيء من رجلها يا عيني، تذكري يعني تفهمي انه رجل اشترى معاش العيشه مالتهم. تمام، يعني رجل كان بشبابه ينظف لنا بالسويتش مال السياره ويحط ظهره بالويل اسبانيا يا عيني. يعني انت يعني خليك بالمنطق. تمام، انه يعني هلاو اوكي ما اعرف بس انه وصلت الفكره. الفكره وصلت.
هاي استحقات مال اخر مال اخر الفلوج تمام. وهسه صارت الساعه 2 بالليل قال لنا انا مروان ما بقى شيء عندنا نسويه يعني بصراحه هاي كفينا ووفينا الصبح دي هسه وبعشكوا هاي يعني احنا اذا ناسين تشتركون اشتركوا دوس الدقمه الحمراء مروان ايش بده يسوي على اساس عشان سوالف ابتسم وحلوه والله كان طلعت لكم يا طبعا انا اصدقائي كلهم مسلمين انا يعني انه ما ادري ليش انه دائما كل شله اكو واحد قبيح فانا القبيح مال الشله. المهم اذا ناسين تسوون اشتراك جوا سووها سووا حتى تشوفون الباقي وان شاء الله كل جاي احلى يصير لكم تتونسون وياي اكثر ولا تنسون اللايك اوكي والتعليقات مالكم خلوها جوا انا حيل حيل احب تعليقاتكم تمام اشوفكم باكر ان شاء الله يلا باي باي.